قلق دلوقتي؟ انا زي ما قلت برضو في موضوع في قناة المحور، محمد عبد الله الطرادي ومدام الثورة اللي هو طلع من 48 ساعة كتم في فاطمة يوسف ومطلع لي تسريبات مش عارفة اجيبها منين خالص، وحاجات غريبة كده. فاطمة يوسف اللي كانت بالنسبة لهم ملاك الرحمن، اول ما قالت ان هم غلطوا، اول ما قالت ان هم ما يستحقوش اساسا ان هم يفضلوا عايشين لحد الان، بقت فاطمة يوسف وحشة، وبقت فاطمة يوسف يعني هقول لحضرتك الناس اللي عماله تقول الجهاد وهي لله ومش عارفه ايه، بيشتموا بنت، يعني افترض ان انا بنت، مش هقول واحده كانت منهم، هقول لك بنت، بيشتموها بالفاظ ما ينفعش ان انا اذكرها لحضرتك اساسا. يعني هل الجماعه دي تحترم؟ بيشتموك بألفاظ خادشة. جدا على فكره، يعني هقول لحضرتك ان لما كنت مسجونه ما سمعتش من ضابط اللفظ اللي انا سمعته من الجماعه. يعني حضرتك بتقولي وانت في الحبس الضابط ما شتمكيش زي ما الجماعه بتشتمك دلوقتي، بالظبط لمجرد ان انت سبتيهم او ان انت انقلبت عليهم. بالظبط فاطمه بصراحه